يلا بينا نبتدي، ايه رايك؟ بص بقى، احنا اهم حاجه ان احنا حاجتنا تبقى جاهزه. البتنجان متحمر، البتنجان ورا هنا اهو، البتنجان اهو، خليني اجيبه لك. والفرخه مسلوقه. طيب سوري. يبقى البتنجان زي ما انتم شايفين، البتنجان متقطع مربعات، مكعبات كبيره. بص كل حاجتي متقطعه مكعبات كبيره، البتنجان، الفلفل الالوان، الطماطم، كله متقطع مكعبات كبيره. هايل. وبرضو استثمارا للوقت، انا ممكن احمر البتنجان قبلها بيوم والعيش قبلها بيوم. حلو قوي. بحيث ان ما نبقاش عندنا وقت بريبريشن كتير في المطبخ. طيب على بال ما تبداي، خليني اقول للساده المشاهدين على المقادير بتاعه فتت الفراخ بالبتنجان. او انت تقولي بقى لو عايزه. بس عندنا البتنجان. ايوه. عندنا فلفل الوان. تمام. احمر واصفر واخضر، لو ما فيش احمر واصفر ممكن اخضر بس. طماطم، والفرخه طبعا بتاعتنا المسلوقه. طبعا وحتى الطماطم متقطعه برضو مكعبات، متقطعه كيوبس كبيره. انا عايزه الحاجه تبقى مصحيه، يعني مش دبلانه. بالظبط، برافو عليكي. وبعد كده بقى للزبادي هحط برضو توم وطحينه. ايوه. وشويه ليمون خل. وخل بالظبط، وملح وفلفل. حلو قوي قوي كده قوي. تمام. يلا بقى الصوص إيه؟ على طول. يلا بينا. عشان الوقت ما يسرقناش. بالزبط. وايه، والاكلتنا تطلع حلوه. يا جماعه لازم الاكل الحلو ده ياخد يبقى وقته. يطلع. ايوه، ياخد وقته، ياخد وقته كده ويدلع كده. حلوه، عجبتني. أيوة. تحسيك كده ايه متدلع. هنحط شويه زيت، هستنى الزيت يسخن سنه. اوكي. وهحط الثوم. انا عامه مش بحب احط ثوم كتير، وبالذات في الصيام، علشان ما تحماش علينا واحنا بنبقى على بطن فاضيه. ما تفكرينيش، انا امبارح اكلت ملوخيه على الفطار. ايه، وانا كمان. ايه ده بجد؟ وجعتي بطني جدا. وانا حسيت ان انا طبعا لا قدرت اتسحر ولا حاجه. مش متضايقه خالص ان انا ما اتسحرتش. بالعكس، بس تقيله طبعا، يعني وجميله. فمن كتر ما هي حلوه على بطن بقى فاضيه، مره واثنين وثلاثه، تلاقي بقى اكلتي كده وانبسطتي، بعد ساعه تبتدي تندمي بقى. بالظبط بالظبط. انا بصي، زي ما انتم شايفين، انا حاطه حوالي فصين كبار، فصين او ثلاث فصوص وسط صغيرين، وايه وده توم، وشويه زيت، توم مفروم. عادي، توم مفروم. بالظبط. حلو قوي. هحط بقى، هبتدي بالفلفل الالوان، مش هبتدي بالطماطم. لا طبعا، الطماطم هتستوي اسرع. بالظبط كده. فانا هحط الفلفل الالوان. انا عايزه الفلفل، يعني التوميه تاخد بس لون بسيط، يعني ما تصفرش. تمام. يعني يا دوب تبل. تبل تستوي. ابتدي احط بقى ايه، الفلفل الالوان. طيب انا عايزه بس اقول للساده المشاهدين، بفكركم ان نمر التليفونات موجوده دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه، يا ريت تتصلوا بينا. واضح ان احنا معانا شيف متمكنه جدا جدا، فيا ريت اي حد عنده اي سؤال يكلمها في التليفون. معانا امنيه زكي. امنيه الحقيقه بجد متمكنه، ربنا يسلمك، واكلها دايما خطير. هتحسوا كده يا جماعه، اهم حاجه الالوان حاجة بقى حلوة. والحاجه تبقى حلوه. شايفين الالوان عامله ازاي؟ بصي انا عندي كلمه بقولها وبقولها كل يوم. يا جماعه، العين بتاكل قبل اي حاجه ثانيه. قوي جدا. تفتح نفسك كده فتلاقي حاجه طعمها حلو. طبعا. وبعدين حماتي بتقول كلمه لذيذه جدا، حماتك دي حبيبتي اصلا، حبيبتنا كلنا. تقول لك ايه، الجوع احسن طباخ. فما فيش بقى غير جوع رمضان. طبعا الناس بقى بتدخل على الحاجه كده تبقى مقبله عليها. بالظبط. ايوه. معانا هنا. هنا. الو. هنا، مساء الفل يا هنا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. عامله انت عندك كام سنه يا هنا؟ وانت طيبه. ممكن توقفي التلفزيون هتسمعينا احسن. عندي 15. عندك 15 سنه، بتعرفي تطبخي ولا لا؟ اوعي تكسفينا. هنا عايزينك توقفي التلفزيون. بتعرف. طب قولي لي، حابه تسالي امنيه ايه؟ وطيته. وطيتيه، برافو عليكي، شاطره. حابه تسالي امنيه على وصفه؟ ايوه، عايزه اسال على وصفه بلح حسام. يا نهاري. لا دي صعبه عليا قوي. لا يعني هي عايزه تكنيك ومش سهله، عايزه وصف دقيق يعني. بصي انا اوعدك حد من شيفات الحلوانيه بقى يعملها حلو. لا، وهوعدها ان شاء الله ان احنا هنعملها لك في حلقه. هنعمل لك حلقه مخصوص ونعمل لك فيها بلح فيها الشام. تفاصيل كتير، بلح الشام دايما صعب، ودرجه بالضبط. حراره الزيت وكده، موضوع فيه تكنيك. انا عموما من الناس اللي حاولت اعمل بلح الشام لكن للاسف ما نجحتش، مع ان انا شاطره في الحلوانية. انت باين عليكي شاطره طبعا، يعني لا مبين. مش قوي يعني. يا هنا تابعينا دايما، وان شاء الله هنعمل لك حلقه مخصوص ونعمل لك فيها بلح الشام ان شاء الله. طيب عملنا ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده احنا تعالي نقول للساده المشاهدين عملنا ايه بسرعه. شوحنا الثوم. ايوه. اخد يعني دبل بسيط خلاص كده. تمام. بعد كده حطيت الفلفل اهو، ابتدى يدبل. هحط الطماطم. اوكي، اوعى تغلطوا وتحطوا الطماطم الاول. الطماطم في الاخر، لان انا مش عايزاها تدبل، انا عايزاها تنزل شويه العصير بتاعها
بس. لا وحلو كمان ان الخضار يبقى فريش كده وكرانشي فريش، يبقى عارفه مش محتاج يعني ان هو كده. انا حتى الباذنجان اهو محمراه اخر حاجه هحطها في التقليبه الاخرانيه. انا عجبتني كمان قوي فكره انك انت تحمري الباذنجان وتحمري العيش، يعني اي واحده ست بتشتغل ممكن انها فعلا اليوم اللي قبله تحمر الباذنجان تركنه على جنب تحطه في الثلاجه، تحمر العيش نفس الحاجه او حتى يعني مش هيجراله حاجه يعني خالص. العيش بحطه في علبه بلاستيك حلو قوي وبحطه على جنب لاني بستعمله في حاجات كتير طبعا، ممكن على السلطه على السلطه على الفتوش على كده لذيذ طبعا. والباذنجان بحطه في علبه في الثلاجه حلو قوي قوي. والخلطه دي لو فضل عندكم شويه منها هوريكم نستعملها سلطه برده ثانيه. ما نسيبش حاجه احنا ما بنرميش حاجه. معانا ايه يا ايه؟ الو. ايوه يا ايه، رمضان كريم. كريم علينا كلنا يا رب. امين. انا تمام الحمد لله. انت عامله ايه، اخبار الصيام معاكي ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طب والفطار بتفطري فطار حلو ولا هتاخدي وصفه من عندنا تجربيها؟ عايزه بس وصفه المكرونه بشاميل برضو. حاضر. ماشي. شكرا يا البشاميل. الناس واضح كلها بتحب المكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل احنا لازم نعمل حلقه مخصوص يا جماعه للمكرونه دي بالبشاميل. دي غرام يا جماعه، دي حاجه تحفه بس هي حلوه قوي. هي جميله لو معموله حلو. بنتي قاعده بره عايشه بره، فهتعملي ايه ونيم رضا عزمت صحابها مكرونه بشاميل يا بنتي غنم. لا لا ما هيموت وقعدت يومين تاكلها او ثلاث ايام بتاكل المكرونه بشاميل اللي عملتها والشيفه يا شعبان. ايوه اهلا يا شعبان. اهلا بيك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. اخبار الصيام معاك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. الحمد لله والله. انت منين يا شعبان؟ من الصعيد. احسن ناس. الله يخليك. حابب تسال سؤال؟ حابب اسال سؤال كده عشان خاطر انا عسكري في الجيش، فعايز اسال سؤال كده عن الطبيب. اتفضل. عايز اعرف اللحمه الضاني كده وهي بتتسلق او بتتشوي. عايز تعرف اللحمه الضاني ايه معلش؟ بتشوي او بتتسلق؟ تتشوي ولا تتسلق؟ ماشي. هو عموما احنا هنرد عليك. بشكرك يا شعبان بس انا هصلحي معلوماتي لو انا غلط. هي مش كل الحتت في اللحمه الضاني تتسلق او تتشوي. يعني الريش مثلا دي تتشوي. تتشوي في الصينيه طبعا. طبعا. بس اللحمه لو هي متقطعه او على الفحم طبعا احلى واحلى. بس احسن يعني. طبعا احسن علشان اللي بتبقى ناس لسه مش خبره وما شوافش قبل كده وما عشان ما يحرقش اللحمه نسلقها. طب نسلقها نضيف لها ايه اميه؟ اولا انا بحب اشوح اللحمه في الاول، يعني اشوحها تشويحه في شويه زيت وبعد كده احط لها بقى الميه واحط لها بقى حبهان ورق لورا وجزر بتدلعيها يعني. جزرايه صحيحه، طماطمايه صحيحه، بصلايه متقطعه اربع ارباع، ولو في قرنفل ممكن طبعا. وتاخد بقى احلى شوربه. الله. وممكن بالمرقه دي بتاعت تعمل بقى كل حاجه، تعمل فتة اللحمه ممكن تعمل حاجات كتير طبعا. وكل الشرب بقى اللي ممكن ان احنا نفكر فيها نضيف لها المرقه دي. طيب معانا تليفون تاني. طيب خلاص نخلص. معانا مريم. يا مريم. ايه يا مريومه؟ نعم. استني صوتك فيه مشكلة، ارجعي اطلبيني تاني يا مريومة. ومعانا سيف. يا سيف. الو سيف، وطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس. حاضر. بحب انا قوي لما الولاد الصغيرين يكلمونا. حاضر. طيب عندك كام سنة يا سيف؟ 15. 15؟ طيب وبتعرف تطبخ ولا ماما بس اللي بتطبخ؟ لا بقى. طب برافو عليك، بتساعدها يعني. تمام. حابب تسأل أمنية سؤال؟ كسر البشاميل برضو. حاضر. من عينينا الاثنين. ليه؟ عايز كوسة بالبشاميل. طيب يبقى لازم نقول البشاميل بقى. شكرا يا سيف، كل سنة وانت طيب. أنا هحط الأول الخل خلاص. بس انتوا شايفين كل حاجة فريش لسه زي ما هي. أحلى حاجة بقول لك لما الخضار يبقى طازة وفريش وكرانشي كده وبيقرمش. نحط بقى إيه على حسب التيست، في ناس بتحب الخل زيادة، في ناس بتحب الخل أقل. تمام. لو ونحط الملح والفلفل. طيب. وبس كده احنا كده تمام. هنحط بس شويه مرقه من بتاعه الفراخ. طيب على بال ما نحط مرقه الفراخ، ايه رايكم نطلع لفاصل قصير ونرجع تاني نكمل بقيه حلقتنا. لسه مكملين في فتة البتنجان بتاعتنا وسلطة البواقي مع أمنية زكي. يا أمنية عملنا ايه بقى لغاية دلوقتي؟ احنا كده خلصنا الصوص بتاعنا.
وضفتي مرقه الفراخ. مرقه الفراخ وهحطه على جنب. اخر حاجه خالص قبل ما اطفي النار اروح حاطه البتنجان المتحمر. ولا يهمك. بس كده واقلب تقليبه وكده تمام. كده صوص الفته جاهز. كويس قوي. هقلبه تقليبه، انا مش عايزاه يتغلي. واسيبه في التسخين بقى، يبقى ايه لو حسخنه يبقى بقى التقليبه الاخرانيه في التسخين بس. حلو قوي قوي قوي. طيب تمام، يبقى احنا بقى هنحط ده دلوقتي على جنب. ايوه صح كده، خلاص كده تمام. هاتي نرمي ده، نرجع الصوص نسخنه قبل ما نعمل الزبادي. تمام، فاضل معانا دقيقتين. اوكي تمام. ايه الزبادي؟ طبعا زي اي زبادي فته هنحط معلقه طحينه. ممكن المضرب السلك من طبعا لو مش مشكله معاك عايزاه تقومنيه. اتفضلي. والله وانا يعني يعني في الساعه لما نهى هي اللي بتساعدني في المطبخ، يعني ينفع كده. ثانك يو سو ماتش. ده انا اللي فرحانه بيكي جدا، لان وفص توم بس فتفوت التوم، يعني حاجه على طرف المعلقه. انا ما بحبش هجيب لك المعلقه كتير، يعني ساعات كده ناكل فته في حته ونفضل التوم في طعمه كده في بقنا. بالظبط، مفيش داعي. بيبقى ساعات مش كل الناس بتبقى عندها. لا، وعايزه اقول لك كمان ان مش كل يعني الناس بقت بتستخدم التوم. بالظبط، ما هي مشكله قابليه واحتمال. قلبته لك شويه. تمام، دلوقتي بقى التكه اللي هنعملها ان احنا هنقلب شويه من الخلطه بتاعتنا على الرز. احنا عندنا رز مصري مطبوخ بالطريقه بتاعتنا العاديه، ده بيدي نكهه زياده للاكله. فنروح بقى مقلبينه تقليبه كده. انا بعمل ده مع فته البتنجان، بعمل ده مع فته الشاورما، بيدي طعم حلو قوي. انا بروق لك شويه. انا عارفه إيه؟ احنا لازم نغرف علشان بقول لك الوقت خلاص كده هيبتدي ايه سرقنا. خلاص احنا اللي نسرق اهو. بصوا تقليبه سريعه، يفضل جزء من الرز عليه صوص وجزء لا. حلو قوي. خلاص ونحط شويه من الصوص على العيش بتاعنا. انا بحب العيش دايما يفضل مقرمش، فما بحطش صوص كتير. انا كمان وبحط الصوص على جنب بعد كده، مش مشكله. انت عايز ناس كمان زيادة. بتغرف الفته في النص وتحط العيش داير حواليها. طبعا في ناس بتحط كده حواليها الانجريدينتس بتاعتها كلها. بالظبط كده. نبتدي بقى نغرف الرز بتاعنا. شفتوا ازاي عندنا وصفات حلوه جدا، مش مكلفه وفي الوقت نفسه مفيده وسريعه وطعمها يعني حلو جدا. في ناس بتعمل فته فراخ وفي ناس بتعمل فته بتنجان، احنا عملنا بقى البتنجان مع الفراخ. حلو جدا. طيب تعالي بقى اساعدك نحط الفراخ على الفتة لان ما عندناش وقت خالص. حطي الفراخ حواليها ونحط زيت. يلا قولي لي اعمل ايه كده صح؟ كده تمام. عارفه انا هضطر استعمل دي اهو. اتفضلي. طبعا احنا كالعاده الستات قعدنا رغينا. ايوه بالظبط كده، والوقت سرقنا وما لحقناش. طيب ادينا ايه، شفنا كده الفراخ. تعالي نحط الصوص بسرعه لان لازم نختم حالا اهو. والزبادي. أمنية أنا كنت سعيدة جدا إنك كنت موجودة معانا. حطي الزبادي وأنا بتكلم عشان برضو الوقت ما يسرقناش. برضو الزبادي إيه محتاج يتقلب كام تقليبة كمان بس. كل معلش هنزوق بالبقدونس لأن البقدونس ده بيدي نكهة. يلا آدي البقدونس. أنت نورتينا وأنستينا، وكنت سعيدة جدا إنك كنت موجودة معايا النهاردة. حقيقي كنت فرحانة بيكي وفرحانة إنك أنت عملت لنا الوصفات الحلوة دي.